فما بعض المقابلات عملوا لي شويه مشاكل ولا اللي ما نجحت في ادارتهم هذاك توفيق عند ربي. يعني شنو المقابلات هذو عملوا لك مشاكل؟ فما برشا مشاكل، فما مقابله الترجي، اسهل مقابله نتاع الترجي ونادي صفاقس يعني سنه 2013 مقابله حيوتراتس، نتاع حيوتراتس هذيك تبقى يعني ذكرى يعني ما تتنساش لليانا للجمهور الرياضي رجال تو مازالوا ما نساوهاش. شنو كل يستع مقابلة ذيك ما كنتش في فوما شنو كيفاش بالضبط؟ والله ما قلت لك سبحان الله ساعة ما تلقاش كيفاش. أنا المقابلة هذيك قبلها يعني في البلاي أوف عامل دربي، ودربي نجحت فيه يعني بنسبة كبيرة، فهمت يعني ترجي انتصر على النادي الإفريقي، النادي الإفريقي ما حسش حتى ظلم الحكم، يعني قليل الدربيات اللي ما يتشكاوش فيه من التحكيم يعني بنسبة كبيرة تسمى نجحت فيه. بعد دخلنا وقتها للنزل في الحمامات وقتها في تربص، اول يعني المقابله ونحن في النزل تم تعييني في مقابله الترجي ونادي صفاقس. انا بالنسبه لنا وقتها كمهرب بن حمزه حكم يعني موجود على الساحه، هذا راهو بعد القائمه برشا عباد تخلط بين دخول القائمه، بعد ما دخلتش يعني انا صحيح وقتها ما عادش عندي حق يعني خرجت الليست نتاع القائمه، وانا حتى في العمر ما عادش يسمح لي باش ندخل وقتها القائمه الدوليه. عادي يعني مقابله بالنسبه لي انا بالعكس باش نثبت فيها جدارتي، باش نبين فيها اللي انا يعني حكم موجود، وصدقني حتى كي نتفرج فيه تو تفرج فيه برشا مرات راه يغيظني المجهود اللي عملته والنجاح اللي حبيت ننجحه، لكن في وسط المقابله كان العباد تتذكر ما كانتش من المقابله سهله، يعني كانت فيها برشا 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 قرارات يعني ادسكوتيف نجموا نحكيو فيهم، يعني جا في التلفزيون نحكيو فيهم فيها اوراق حمر، فما صفر، فما صورت مقابله خرجت فيها 13 يعني ورقه صفراء ورقه حمراء، هنا حتى انت كحكم الجيستيون تاعك تاع الماتش هي سخونه، لكن انت انا ما عرفت نتصرف يعني ابار القرارات الكبيره خرجت ورقه بكري المقابله صحيت يعني وخرجت وحلت وفمت يعني وما مشاتش معايا الحقيقه كيما ملاعب ساعات ما مشاتش مع الكره، انا حتى كم مشاتش معايا خاطر علاش؟ انا عشت مقابلات ساعات ما نظفرش بلانتي، لكن نخلي الجو رايد خاطر العباد راهو المسؤولين راه مش على مجرد بلانتي باش يشعلوا، انا بحكم تجربتي راهو ساعات التصفير نتاعك ولا الجيستيون نتاعك حتى في مخالفات حتى في كذا هذاك تخلي الجو يتشحن، فهمتي؟ خلي وبعد جات بلانتي نتاع العكيشي، وبالنسبه للكونيسور يعرفوا التمركز نتاعي كان غلط والله يعني وديما قلت شيء هذايا مريض حتى حاجه تير من العكاشي ضربت يعني في يد بن صالح تشوف كان في الكوره رجعت تشورت حتى انا واصحابي الكوره كانت سريعه ما شفنا حتى شيء بون هزيتها الكل على كتافي لانه كان ماتش يعني مهم ماتش ديسيزيف، لكن ما احنا هذاك كانت العباد تراجع البلاي اوف هذيك يعني برشا جمعيات تظلمت برشا جمعيات استفادت ومحسوب في كل جوله فما جا فريق استفاد وفريق واحد يعني ماهيش الخطا الوحيد ظلمت لاسبيرونس وقتها لكن جا في الماتش هذاك والله ما قلت لك ظلم اللي هو يعمل حاجه متعمد، انا كما قلت لك زفرت بدون حتى يعني لا نوايا لا خلفيات لا حسابات، يمكن كان حسبت كنت نجم نمنع طرح يعني حسبت كما نقولوا في مفهوم التحكيم يعني حتى في الاوراق حتى في هذا، اما انا اللي شفته زفرته اللي ما شفته ما زفرتوش مالوريزمون يعني. باهي سي مراد، العباد كيفاش كانت تتعامل معاك وقتها مثلا من غدوه نتاع الماتش هذاك ولا ماتش وايد كبار تشدهم، العباد في الشارع كيفاش تتعامل معاك وقتها؟ هو الماتش هذاك يعني الحقيقه كان يعني اكسبسيونيل يعني وحده ما عشتش حتى مره كما الماتش هذاك يعني بالعكس فما ماتشات اخرين كبار واحد وعادي، الماتش هذاك يعني حجم الواحد الاتهامات اللي كليتها يعني حجم كبير ما ينجمش البشر يتحملوا للسب يعني حتى يعني كما نقولوا يعني على الفيسبوك انا وصلت وقتها بون ديريكت بعد الماتش السبت خاطر بدا بالوقت سكرت تليفوني ما رجعت للحمامات كملنا يعني الطرابلس بعدت انقطعت شويه على العالم الخارجي بخلاف انه الانسان يمشي يخدم يرجع، مي الحاجه الباهيه انه كي توقفك عباد يعني في السونتر فيل بحكم انا نسكن في تونس وجمهور الترجي معظم في تونس يوقفوني يعني سواء رجال كبار سواء صغار باش يبداوا الحقيقه نحن التونسي ديما راهو طيب يسبك في ظهرك في كذا، لكن كي يجي قدامك يسالك فهمني يجي ويسالوا الحقيقه ما تهجم عليا حد يعني ما نذكر حادثين يعني انسان متعدين في كراهبه كيكا كلمه من اللي يوقفوني ويحكيوا معايا وتحكي معاهم الحقيقه يصدقوك ويحسوا يعني الصدق نتاعك، الخطا راهو ما نجمش حكم ما يخطئش وساعات خطا يكون يوجع ساعات خطا يجي واحد، لكن الحمد لله يعني تاريخي انا مع الترجي وحتى تو الحقيقه علاقتي حتى بمسؤوليه الترجي واحد يعني ما فهمت رجعت الى راضي على المسؤوليه نتاعك نتاع قلت لي 16 عام
16 نعم والله الحمد لله. يعني انا كما قلت لك الحاجه الخايبه ربما انا دخلت في سن كان دخلت في سن اكبر شويه كنت نجم نعمل يعني كارير خيم اللي اصغر شويه اصغر شويه دخلت 25 سنه يعني الليميت داش باش حكم وقتها يدخل للتحكيم لكن في ال 16 سنه حققت اللي يلزمني نحقق وترقيت يعني في درجاتي اللي وصلت للدرجه الفيدراليه